السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى راكم مزيان. اليوم غادي نديرو واحد البلا اللي معروفين به بزاف حنا المغاربه، هو الكسكس. غادي ندير كسكس بالدجاج والخضار ونجي نحط فوق منه الطفايه، كيجي لذيذ بزاف. على حسب المبتدئات تبعوا معي الوصفه، غادي ينجح لكم 100%. واللي ما عمرو جا على لاشين ديالي ما ينساش يدير ابوني باش يتواصل بالجديد ان شاء الله. على حسب المرقة خاص الدجاج، انا درت 3 ديال الكويس، خاص واحد البصله مشلده، جوج مطيشات صغار، اللحم مزيان يكون بيتناه الليله كامله في الماء مالح، المعلقه صغيره عامره مزيان ديال القرقوم، ديال البابريكا، ديال سكينجبير، نص معلقه صغيره ديال الفلفله، ومعلقه صغيره ما عامره ديال قزبر بودره ولكن ماشي ضروري، معلقه صغيره ديال مطيشات الحك، والملح على حسب الذوق. على حسب الخضره استعملت واحد قرعه حمراء وواحد قرعه خضراء، 3 ديال الزرديات، جوج لفت، ربطه ديال المعدنوس والقزبر، وتقدو تزيدي القرون اللي كيعطي واحد المذاق زوين للطعام، انا ما درتوش هاد المره. وبالنسبه للطعام، خاص الطعام، خاص الماء بارد، خاص الزيت، خاص الزبده. بالنسبه ل 500 غرام ديال الطعام، انا استعملت بلوز موان 700 مليلتر ديال الماء. الاول نديرو الحين زيت بوحدو واحد نص ساعه قبل، منين يدير هاد الكشكوشه نجيو نحيدوها. ندوزو للطعام، كما قلت لكم درت 500 غرام ديال الطعام يابس وزدت عليه الماء، ما درت في الاول لا زيت لا ملح لا حتى شي حاجه. في الاول نديرو الربع ديال ديك الماء اللي غنستعملو، جوج، نخلطو مزيان ونخليوه يتنفخ واحد المده ديال 5 دقائق. بعد ما تنفخ نبقاو نديرو كيما هكا بين اليد باش نحلو كاع الحبيبات وما نخليهمش لاصقين على بعضهم. هذه المرحله خوتي خواتاتي مهمه بزاف باش ينجح لكم الطعام وما يجيش داير العبس. وندوزو نفوروه المرة الأولى، منين يبدا يخرج الفوار من الطعام نخلوه يطيب 15 حتى 20 دقيقة. دروك نديرو الطفاية ديالنا تطيب حيت هي تهز الوقت، خاص تطيب على خاطرها. في كاسرونة نديرو الزيت، نديرو البصلة، نديرو شوية الملح والإبزار ونخليوها طيح واحد ربع ساعة. في ديك الوقت في واحد الفنجرة غادي نديرو الزيت ونديرو الدجاج ديالنا يتقلى مع البصله واحد شويه. انا درت كسكسو يطيب بوحدو والمرق بوحدو حيت انا درت المرق بالدجاج وهو في الساعه يطيب. بعد ما بدلت ليا البصله انا استعملت 3 ديال البصلات هنايا، غادي نجي نزيد عليها الزبيب، 3 حتى 4 معالق ديال السكر، واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه، ونخليها تطيب على عافيه مهينه على خاطرها. مره مره نجي نبقى نحركها حتى تقرب تطيب، غادي نجي نزيد عليها شويه ديال المرق ديال الكسكسو اللي تيبت. نرجعوا للمرق ديالنا، نديروا عليها المطيشه العطريه وشويه ديال الماء ونخليه واحد دقيقه ولا جوج. دروك نزيدوا الربطه ديالنا ديال الربيع، اللفت، الزروديه، كل ما الكافي اللي غيطيب لنا فيها الخضر، ونزيدوا عليه الحمص اللي طيبناه من قبل، ونخليو هادشي يطيب لمدة ديال 4 ساعات هكاك. الكسكسو ديالنا طاب التفويرة الأولى، غادي نجيو نزيدو عليها الزيت. مقدار ديال واحد المعلقة كبيرة، نبداو نفرقوه كيما هكا بالفوخشات حيت هو سخون بزاف، ومنين يبرد شويه نبداو نديرو له كيما هكا باليد باش كلشي الحبيبات يدخل مع ديك الزيت.
منين يبرد الطعام نجيو نزيدو الملحه على ديك الماء الباقي، نخلطو ونزيدو القدر ديال نص ديال ديك الماء على الطعام كما هكا. نخلطو نخلو الطعام يتشرب داك الماء واحد 5 دقائق ونجيو نفركو عاود الطعام ديالنا كما هكا ونردوه للتويرة تانية. الوقت داز ودروك نجيو نزيدو القرعة الحمراء في المرق ونخليوها عاود طيب لمدة ديال 4 ساعة ونرجعو للطفاية. من توصل قريب طيب نزيدو عليها شوية ديال المرق ونخليوها تعسل. هاهي الطفاية ديالنا واجدة طيبة على خاطرها ومعسلة، غادي نخليوها على جنب. وصل وقت الكسكسو نكبوه نفرقوه بالفرشيطة على ماء يبرد على ما يبرد الطعام ديالنا. نديرو الكورجة طيب هي 4 ساعات 10 دقائق راه واجدة ونرجعو للطعام ديالنا نديرو عليه الماء الباقي نخلطوه ونخليوه يشرب. نفرقوه ونردوه يتفور آخر مرة. هو المرق اللي أنا واجد، نفوتو الموس هكا في الكورجات باش نشوفو واش طايب ونخليوه يتجمر هكا ما مغطيش واحد 5 دقائق. الطعام طيب غادي نديرو في الكسعة نزيدو عليه الزبدة ولا السمن نكون خطرة شنو كندير. نخلطوه مزيان نزيدو نخلطو مزيان باليد ونخليوه على جنب. دروك تبعو معايا كي كنقدمو الطعام، نديروه هكا في الطبسي ولا في كسعة، نديرو بحال حفرة في الوسط ونصوبوه مع الجناب. نبدأ نسدو في الخضار نديرو اللحم ديالنا في الوسط نمرقو شويه الطعام ديالنا ونزيدو نكملو على الخضره الباقيه. الحمز هو التالي كما هكا،
وفي الثاني نزيد التفاية من الفوق، هكا كيجي المنظر زوين والمذاق رائع. نقول لكم صحتكم وراحتكم، والسلام عليكم.